بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. انا ببقى سعيد ان انا اشوف الناس على المستوى الشخصي، بحب ان انا اشوفكم واستمتع بيكم. والتعليم عن بعد هو تعليم ناقص، لانه لا ينقل خبره لاحد، ربما ينقل علم لكنه لا ينقل خبره. الاحتكاك والتواجد والكلام والكوميونيكيشن اللي بيننا وبين بعض هو ده سبب نمو للشخص. مش لازم أقرأ كتب كتير عن الناس، لكن أشوف معايشتهم. وكان يفعلون هكذا في القديم في الرهبانيات، ما يسمى المنشوبيات. كان الأب الكبير اللي موجود في مكان بيعلم الأصغر منه، بيقول له لاحظني فقط، مش لازم أقول لك كلام. فعشان كده إحنا موجودين النهاردة عشان نتواجد مع بعض بعد طول مدة، وإن شاء الله نبتدي العام الدراسي بعد أيام، بعد المقابلات واستقبال الجدد. ونشكر ربنا إنه تيرانوس زي ما بقول كتير، ليس لنا هدف إلا مجد الله وحده، نحن زائلون. عن قريب يقول عن قريب يأخذني صانعي، قريب كلنا نمشي ويبقى العمل لمجد المسيح له. ولسنا في شكاية أو حرب أو كلام مضاد لأحد، نحن نقدم التعاليم المسيحية من أجل ولادنا اللي في كل الكرازة. تيرانوس لا تخص فقط اسكندرية، لكن تخص كل المسيحيين الأقباط الأرثوذكس وغير الأرثوذكس، لكي نتعلم من التعاليم الجيدة في الكنيسة. خلينا نتكلم النهاردة عن موضوع مهم اسمه قداس الكلمة. ليه أسماء كتير، من ضمنها لتروجية الموعوظين، وليه اسم تاني اسمه الجزء الأول من القداس، يعني بيسمى الجزء الاستفتاحي بتاع القداس اللي بيحضره المؤمنين، هو جزء تعليمي أو جزء كلمة. ما معنى قداس الكلمة؟ هو ما يخص القراءات، تخص كلمة كلمة، قراءات. فبما أنه النهاردة ستحدث عن هذا الموضوع، فأرجو أن حضرتك من النهاردة تاخد انطباع جديد ناحية أنك بتسمع القراءات داخل الكنيسة. لأني أنا أرى، يعني أرى أن يعني من يعني متأثر أقول كده، غير مبالين الإكليروس، غير مبالي بقداس الكلمة أو بالقراءات اللي بتطلع على ما سمعنا في القداس. الكاهن ربما مشغول يتحدث إلى آخرين، الشمامسة غير منصتين، ربما الذي يتحدث أو يتكلم أو يقرأ القراءات غير فاهم، وهكذا يخرج هذا الحدث كأنه بلا استفادة. الدليل، أنا عندي دليل واحد بس، اسمع الناس واسألهم، قول لهم كده لو سمحتوا انتوا النهارده تقرا على مسامعكم ايه، ستجد كثير من الحضور لا يفهمون شيء، وربما لا يسمعون شيء، وربما لا يتذكرون شيء، ويبقى دي خساره. كنيسه بتقدم ماده والماده دي ما فيش استجابه منها. هشوف وانا بتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع ده، الموضوع بيؤلمني انا على مستوى الشخصي، اني بشوف انه عدم اهتمام في وقت القرايات. سأتحدث في 5 نقاط، وأبتعد عن النقاط دي في مواضيع جوه قداس الكلمة. سوف لا أتحدث عن البخور داخل الخدمة أثناء الخدمة، وسوف لا أتحدث عن أنواع الكتمرسات اللي موجودة في الخدمة، وربما كمان يعني السنكسار مش هجيب سيرته، يبقى دي يفرض ليها موضوع تاني. البخور معايا، وتاني كتمارس والسنكسار، دول ليهم موضوع لوحده، ربما في وقت آتي أتحدث عنهم. سأتحدث فقط عن القراءات الكنسية، ما يخص القراءات في مواضيع 5. حابب أقول لكم العناوين. أول حاجة، الاستفادة من المجمع اليهودي. يعني المجمع اليهودي هل هو أفاد الكنيسة في هذا الأمر ولا لا؟ النقطة الثانية، تأثير سماع الكلمة في العهد القديم والجديد. النقطة الثالثة، أقوال الآباء عن قدامية الاستخدام.
أقوال الآباء عن قدمية الاستخدام. النقطة الرابعة النصوص المستخدمة ومتى. النقطة الخامسة الصلوات السرية التي تقال أثناء القراءات. خمس نقط سأتحدث عنه، لكن بقية النقط زي ما قلت مش هجيب سيرته. المجمع اليهودي أقر الكتاب والباحثين عن أنه اليهود نفسهم هم من اخترعوا القراءة بتاعة الناموس، بمعنى هم اللي حطوا ليها المتن. زي ما حضراتكم عارفين أنه السبي البابلي لما تم فأبعد الناس عن مركز العبادة، وما عندهمش كان في الوقت ده عبادة خاصة جوه أورشليم غير الهيكل، فاستبعد الناس وتشتتوا في أقصاء المسكونة وبالأكثر في العراق، وبقى الناس عايزين يصلوا، عايزين يقروا في الكتاب أو في العهد القديم اليهود، وعايزين يروحوا للذبيحة وما فيش، طب يعملوا إيه؟ فعملوا اختراع البيوت. وده يذكرنا باللي عملوه الآباء الرسل الأوائل، كانوا يقيمون كسر الخبز في البيوت. فاضطروا اليهود أنه يقعدوا في غرفة أو في بيت ويتلوا شوية حاجات من العهد القديم ويصلوا ويرنموا، وهكذا ظهر المجمع اليهودي. لو اعتبرنا أن الكلام ده سنة تقريباً 500-400 قبل الميلاد، في أيام المسيح كان استقرت مباني للمعابد اليهودية والمجامع اليهودية حتى في الناصرة موطن المسيح إلهنا. فبداية من بابل بالناس بيعملوا كده. ليه بيعملوا كده؟ هديك مثال دون الدخول في التفاصيل، وأنا يعني زي أقول أنه ممتن من ذكائكم، وعندكم ذكاء تفهموا اللي أنا بقوله. عندما يذهب أحدنا إلى بلاد ليس فيها كنيسة ماذا يفعل؟ هيرجع تاني لشكل المجمع اليهودي. تفهمين أنا بقول إيه؟ في بلد من بلاد ما فيش كنائس، طب يعملوا إيه؟ فيضطروا حتى البسخة يقيموا الصلوات، لكن بدون طبعا كاهن وبدون ذبيحة. هكذا هو المجمع اليهودي، وكانوا بيقروا ثلاث أجزاء، مش ثلاث نصوص، ثلاث أجزاء، جزء من الناموس ده في المجمع اليهودي، جزء من الأنبياء، وجزء أيضا من المزامير. وتلاحظوا أن المسيح إلهنا لما كان بيتكلم مع حد يقول كده والناموس والأنبياء والمزامير حتى للتلاميذ، وكان دي متن موجودة جوه العبادة اليهودية، هو ده الشكل بتاعها. ليه بقول الكلام ده؟ عشان أشوف القرايات اللي في الكنيسة بداية من اليهود. أفكرك بالمجمع اللي في الناصرة اللي كان مبني على حافة الجبل، كان على مرتفعة، ودي بيسموها العظة الأولى التي ألقاها المسيح إلهنا في المجمع الخاص به، مجمع الناصرة. ويتقول عنه أنه هو كان يذهب إلى هذا المجمع كعادته، أي أنه مواظب أنه يروح كل سبت إلى المجمع وهو صغير إلى أن تمت هذه الحادثة. في لوقا 4 بيقول لنا كده، يقول وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. ودي عادة عند اليهود إن في كرسي جوه المجمع اسمه كرسي موسى، فما قعد على الكرسي اللي موجود
بيقول كده: وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، كأن الكرسي ده في السنتر بتاع المجمع عشان العيون كلها تبقى بص عليه. وده في التقليد اليهودي ان في كرسي، عشان كده يقول على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، على الكرسي نفسه. فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سامعكم، ان المسيح لنا دخل الى المجمع اليهودي اللي تم فيه القرايه والنبوه اللي موجوده. النبوه منين؟ من الانبياء، جزء الانبياء. وده كي يقول لنا ده جزء من العبادة في اليوم، يوم السبت. بقول هذا الشكل بتاع العبادة اليهودية انتقل، بما ان احنا ورثنا عن اليهود الذي قال عنه الرسول بولس منهم الاشتراع والعهود والتبني ومنهم المسيح حسب الجسد. احنا واخدين كتير من شكل العبادة اليهودية وبعض التفاصيل. اللي بينكر كده هينكر على الرسل أنهم كانوا قبلا يهود. والمسيح إلهنا قال لأن الخلاص منين؟ من اليهود، بقول للمرأة السامرية. فيقينا أنه خروج الأباء الرسل من رحم المجمع اليهودي هو عمل برضو شكل، أنه التطوير صعب، كان يتم بصعوبة على طول أنه يحصل تطوير من اليهود إلى اليهودية إلى المسيحية. أتحدث عن الجزئية الثانية اللي هي رأي العهد القديم في سماع الكلمة وتأثيرها. هل العهد القديم يتحدث عن الواحد لازم يسمع؟ هو ممكن في الهيكل هو بيقدم ذبائح، أنواع كثيرة من الذبائح تقدم، لكن هل مهم أن يسمع ويفهم الكلمة؟ تسمع كلمات جميلة جداً في العهد القديم، رأي العهد القديم في العهد القديم، لأنه كما ينزل في سفر إشعياء يقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. يعني بيقول أنا الكلمة بتاعتي عبارة عن المطر والثلج اللي بينزل ينبت ويدي أكل للناس. فيلو السكندري اليهودي اللي غالبا على سنة 45 ميلاديا كان مات، وده من أكتر الناس اللي شرحوا العهد القديم بتدقيق، وهو اللي عمل مقارنة بين المسيا وشخصية أنا بحبها يوسف. هو الوحيد اللي خد شوية حاجات من العهد القديم وربطها بحياة المسيا دون أن يرى المسيا. يقول قال موسى، هو يفيلو بيقول بيعلق على الجزئية اللي أنا قريتها من إشعياء: قال موسى للإسرائيليين: هذا هو الخبز الذي أعطانا الرب لنأكله، إنها الكلمة التي سطرها الرب، فانظر ما هو غذاء النفس إلا كلمة الله. عايز تتغذى أنت جواك روحك ضعيفة، اسمع كلمة ربنا. ده فيلو: هذا الخبز الذي أعطانا إياه لنأكله إنما هو كلمة الله. كأنه بيقول لك أنت جعان يا جعان، مش شتيمها، يا جعان يا اللي جعان جواك، ده فيه خبز تأكله وهو كلمة الله. وكأنه في ناس جوع حوالينا، بالفعل احنا بنقابل ناس جعانة جدا، ليس للجسد، حاجات جسدية، لكن بتشوفهم ان هم جعانين جدا جدا، يتدور جوعا. أما بيقول في سفر إرميا، أنا بتكلم عن تأثير كلمة ربنا في العهد القديم، يقول إيه: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك، عملت إيه؟ يعني تأكل الكلام. الوعاظ أحبة وخدام الكلمة اللي موجودين في كنايسنا اللي بيلقي عظة يعلم تماما، لازم يعلم المعلومة دي، ان الناس اللي قاعدة قصاده هي مستنية تاخد نوع معين من الأكل. عشان كده في عظة هتلاقي واحد يقولك انا ما استفدتش منها، لان ده مش النوع اللي انا عايزه، مش الغذاء. عشان كده لابد ان روح الله يعمل مع الواعظ او مع الخادم او مع الكاهن اللي بيعظ، عشان الافواه المفتوحه روحيا والجوع روحيا لازم يغذيهم.
وكل واحد له غذاء، وده العجب. يبقى قاعد قدامنا عدد كبير وواحد يقول لك انا الكلام ده كان انا محتاجه، الكلام ده انبسطت منه، انا تعزيت بيه. طب ازاي؟ هي دي مسؤولية روح الله اللي جوه الكنيسة، مسؤوليته ان ياخد الكلام ويغذي. وجد كلامك فايه؟ اكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. انا بتكلم عن تأثير العهد القديم. يقول في المزمور الكبير، مزمور 119، يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يقول آية تاني في نفس المزمور، فتح كلامك ينير ويعقل الجهال. عزيزي عندما تشعر أنك جاهل حتى في الأمور العادية، هقولها بصراحة، أنا ياما قابلت ناس بيعرفوا بس ربنا، جايز ما يعرفوش علم، لكن يا أخي تجد عندهم حكمة مش موجودة عند اللي واخدين أعلى المراتب. لو شفت تيتك ولا الناس الكبار في سن، عندهم حكمة تفوق الحكماء. ليه؟ فتح كلامك ينير يعقل الجهال. يقول أيضا في عدد تاني في نفس المزمور، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. يعني أنا كأني كسبت مكسب، كأني خدت بونص في شركة، كأني ربحت ربح. من سيربح؟ من وجد غنيمة، مش المليون. وجد كلامك فأكلته، وبعدين يقول إيه؟ أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. يا خسارة يا اللي حاسس إنك فقير. في ترنيمة قديمة كان الناس بيرنموها، يقول لماذا نحن فقراء؟ إيه؟ لا لا، لماذا ترنيمة؟ صح، لماذا نحن فقراء وإلهنا غني؟ فواحد بقول له أنت بتعاير ربنا، قال لي لا، إحنا مدام إحنا تبعه ليه نبقى فقراء؟ يا عزيزي أنت مش فقير، كفقراء شكلنا من بره فقير ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بيقول في سفر الأمثال عن الوصايا، يقول إذ ذهبت تهديك، وانت ماشي محتاج مشورة وحد يقول لك السكة الصح، ويا ناس عملوا مشاريع خاطئة وعملوا وتجوزوا جواز خاطئ، فبقول له إذ ذهبت تهديك، إذ نمت تحرسك، إذ استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبخات الأدب طريق الحياة. وكأنه بيقول لك خلي بالك، أنت تحتاج إلى الوصية، لأن الوصية تعمل إيه؟ تعمل لك حاجات كتير، إن مشيت تهديك، إذ نمت تحرسك، إذا استيقظت تحدثك. يا عزيزي هذه أمور نحتاجها يا أحبة، وإحنا حاسين إن فلان ما اتصلش بينا، بيقول ده إذ نمت تحرسك، إذ استيقظت فهي تحدثك. كيف تحدثني الوصية؟ عارف اللي عندهم الخبرة، أنا بكلم عندهم خبرة في الحتة دي، ممكن تصحى من النوم تلاقي في آية أنت عمرك ما جت في بالك أصلا، تلاقي في رنة في دماغك، طب إيه اللي جابها دي؟ إذا استيقظت فهي تحدثك، هي اللي تكلمك. يقول كمان في إرمية 23، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. عايزين واحد نلين قلبه، نعمل إيه؟ أن نولعه، يولعه روحيا، لو واحد بارد. طب واحد قلبه جامد، قال حط له كلمة ربنا كمطرقة تعمل إيه؟ تحطم الصخر. يقول ده قلبه فلان ده حجري، ما أصل قلبه حجري ومصر على قلبه الحجري، قلبه حجري ومش بيتلين عشان ما فيش كلمة ربنا. طب إيه رأيك بقى في الوعاظ اللي قلبهم حجري؟ الخادم اللي قلبه حجري، الخادم القاسي اللي عنده قساوة، هو ما كانش بيستخدم كلمة ربنا، ده كان فقط يستعملها للآخرين، هو مش بيستخدمها لنفسه.
كمطرقة تحطم الصخر. عشان كده أما اليهود اخترعوا المجامع اليهودية عشان يوصلوا للناس إحنا بعاد عن الهيكل لكن نستطيع أن نتعزى بكلمة الله. رأي العهد الجديد، أنا بتحرك بسرعة عشان أنتوا لو في حد عنده أسئلة. رأي العهد الجديد في سماع الكلمة وتأثيرها، من وجهة نظري عارفين اللقاء اللي بين المسيح إلهنا وبين تلميذي عمواس في ليلة القيامة مقام المسيح، بيقول الكتاب إنهم كان حالتهم صعبة جدا. إيه حالتهم؟ عابسين. عارف العبوسة؟ تبقى واحد مكشر ومش قادر تضحكه ومش قادر تقول له خبر طيب. يقول الكتاب وإذ اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. طب يعرفوا ازاي؟ قال في سكة للمعرفة، حاجة جميلة جدا. النص ده بعض الشراح سموه نص ليتورجي، يعني كأنه اتحطوا في حاجة جماعية لأنه اثنين وتوجد والتالت وسطهم، إذا اجتمع اثنين أكون في وسطهم. فبيقولوا لكن أمسكت أعينهما عن معرفتي فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيين عابسين؟ وكأن أقول أنك أنت لو أنت عندك طموح في الدنيا، ركز معي، طموح في الدنيا وما بتتحققش الطموحات دي أنت عابس. فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال أنت متغرب وحدك في أورشليم ولا تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام. فقال لهما وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كيف أسلموا رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوا، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. عشان ساعات الواحد برضو يكون كنا نرجو من ربنا يعمل كده، برضو ساعات يجي لي عبوسة كنا نرجو من ربنا يخلص الموت، كنا نرجو من ربنا، برضو عابسين. يقول ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسد أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. ومضى قوم الذين معنا للقبر فجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، أما هو فلم يروا. فقال لهما أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء، ركز اللي أنا بقوله، ثم ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وما بوعظ في الحتة دي بالذات في أي حتة بقولها كان نفسي أنا أكون مع تلميذي عمواس. ليه؟ خلي بالك، ثم ابتدأ، لأن المشوار 6 ساعات، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وكأن المسيح عمل نوع من فرد العهد القديم واتفتحت أذهانهم وعرفوا حاجات كتيرة كنا نود، لكن لأن الله أيضا أمين أعطى لأبائنا الأوائل ومنهم حتى الحداثة أعطاهم نعمة أن يفتشوا في العهد القديم ويجدوا أمور خاصة بالمسيح داخل العهد القديم، وده اللي بيسموه الكنوز المخفية جوه العهد القديم.
واكتر واحد في تاريخ الكنيسه من وجهه نظري البسيطه جايز يطلع كتب ما كانتش موجوده، وقديس كيرلس الاول. قديس كيرلس الاول هو اكتر واحد فتش عن المسيح في العهد القديم ووجده، عشان كده اتوجد كتب عنه تسمى كنوز. بيقول بيكمل: ثم اقتربوا الى القريه التي كانا منطلقين اليها، وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد، فالزما قائلين: امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت اعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. لغاية كده هو حصل القداس، الجزء التعليمي أو قداس الكلمة تم صح، والجزء اللي خاص بالخبز والخمر الجسد والدم ده تم، فكأنه المسيح عمل لهم إيه؟ قداس، قداس كامل. بس هقول لك حاجة، وهم قاعدين يسمعوا، في آية مهمة جدا هم قاعدين يسمعوا، يقول: فقال بعضهما لبعض: لم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. وكأنه العظة يا أحبة، العظة الخاصة بقداس الكلمة هي التي تلهب القلوب. ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا؟ يعني تقرا على مسامحهم الكلام، عارفين الكلام، لكن اتوجد الشخص اللي فسر ليهم الكتب وألهب قلوبهم. لم يكن قلبنا ملتهبا فينا. عشان كده بقول انه القراءة في العهد الجديد بتعمل يعني زي واحد قلبه يولع. ازاي احنا واحنا شايفين ناس ولا مولعين ولا حاجة، ناس يعني في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده، لما بيقول له في سفر رؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا او حار، يا ريتك كنت بارد. قال له: ليه كنت بارد؟ قال له: كنت هسخنك، لكن انت مش عارف انك انت هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حار، انا مزمع ان اتقيأك من فم. يا حبة، كتير قوي من الخدام الوعاظ حصل الاتي: حصروا نفوسهم في امور ضيقه ونسوا العهد القديم أو العهد الجديد، وبقي يقولوا كلام من عندهم يسموه كلام الحكمة الإنسانية المقنع من وجهة نظرهم. عشان كده ما رأي العهد الجديد في سماع كلمة تسيرة، نعم بيقول في عبرانيين، كلكم عارفين الشاهد ده، عبرانيين 4 يقول: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وقارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونية. ليه عمل الحاجات بتاعت إنه خارقة لأماكن؟ قال: أصل كلمة ربنا توصل حتى تعمل معجزات، حتى أحب تميز أفكار القلب. يعني تميز أفكار القلب، يعني تطلع قلبك بيفكر إزاي. مميزة أفكار القلب ونياته، الحاجة الخفية على الناس. مرة بوعظ في مكان وبعدين جه واحد قال لي، بقول لك ايه، ما تكلمش عني تاني. قلت له: حضرتك مين؟ انت مين اصلا؟ قال لي: انا فلان. قلت له: صدقني اول مرة اشوفك، انت مين؟ انت عملت ايه عشان انا اتكلمت عنك؟ قال لي: لا، كل اللي عملته انت قلته. قلت له: يا عزيزي، انا ما قلتش حاجة، لا اعلم عنك شيء ولا تعرفني ولا أعرفك، لكن أمانة الله التي تميز أفكار القلب إيه؟ ونياته. الله اللي يميزش إحنا. ساعات واحد يقول لك: أصل ده وعظ شاطر وقدير بيقول للناس حاجات. لا يا عزيز، ده يسميك كتاب المقدس هذا النوع من الوعظ يصل إلى مرحلة النبوة. مش أنا نبي، لا، لكن دي المرحلة بتاعت النبوة. بمعنى إيه؟ إن اللي جوه الكنيسة قادرين، هتقرأ نص دلوقتي، إن مش معنى النبوة إن أنا أقول عن المستقبل، لكن معنى النبوة أن تفحص ضمائر الناس
ويقر، زي ما هتقرا النص دلوقتي هقراه لك، ان سماع كلمه ربنا بيخلينا نعمل ايه؟ نخلي الناس كده كانه مش اتفضح لكن اتكشف قدام مين؟ نفسه. قال له كده، معلش، في آية في مزمور 50: ظننت إني مثلك، هو أنا زيك، ربنا بيقول ظننت إني مثلك أصف خطاياك أمام عينيك، مش قدام الناس. يعني إيه قدام عينك؟ يعني أنت بس اللي تشوف. أصل إحنا نفضح الناس، إحنا من طريقتنا نفضح الناس، لكن الله لما يقول عن خطايا يعمل إيه؟ أصف خطاياك أمام عينيك. دي وظيفة إيه؟ وظيفة كلمة ربنا. عشان كده لو انتوا تلاحظوا كل الليتروجيات في الكنيسة لابد أن تحتوي المتن على قراءة كلمة الله. ليه؟ لأنه عندنا نص في رسالة تيموثاوس يقول لأن كل شيء يقدس بالصلاة وكلمة الله. الاثنين، بالصلاة في الليتروجيات وكلمة الله. النص اللي حابب أقوله لكم بيقول كده في كورنثوس أولى صح 14، يقول ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عمي، يعني عمي بسموه unlearned، يعني مش متعلم، واحد يعني غلبان، يعني أنتوا طلب التيرانوس بتاخدوا حاجات صعبة. طب لو واحد دخل ما بيعرفش يقرأ ويكتب، إذ دخل عامي فإنه يوبخ من الجميع. إذا الناس تقعد تمسكوا تقلس، أصبر بس، فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع. ده هو بيوعظ، الناس دي في كورنثوس توعظ وتتكلم، فالرجل يقول يا خبر ابيض، يا لهوي على اللي حصل، يقول له عمل لك ايه؟ اصل الاخ اللي بيتكلم ده بيتكلم عليا. وهكذا تصير، يقول لي وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهره، هو اللي ظهرها مش احنا. يعني احنا كوعاظه كخدام نقول الكلام، بس هو يقول لك انتوا قلتوا كلمتوا عني ظاهرة. وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة فيكم. في فرق بين الوعظ الاسترسالي، ان انا جاي اقول شوية كلام في محاضرة، ما انا ممكن اقول محاضرة عن اي حاجة اقولها في الجامعة، وهكذا يحدث معنا في ورات كتير، اروح ادي ناس محاضرة عن اي موضوع، لكن يختلف تماما تماما عن الكنيسة. إذ دخل عامي بيقول كده أن خفايا قلبه صارت ظاهرة، يخر ويزهد ويقول أن الله بالحقيقة فيكم. أنا زي واحد يعني اتمسكت. أين نوع الخدمات يا أحبة؟ ها؟ بتلاقي واعظ بيقول كلمتين ثلاثة بالعافية، واحد يبقى محضر الكلمة بالعافية. أين الروح؟ أين الروح؟ أنتقل إلى الأمر يمكن الرابع الثالث، أقوال الآباء عن قدمية الاستخدام. هل كانوا الآباء بيستخدموا النصوص في العبادة ولا لا؟ كل الآباء شددوا على العلاقة اللي بين كلمة الله والإفخارستية، الجسد والدم، في علاقة وثيقة ومحدش يعرف. يعني لو جه مثلا أب كان قال إيه؟ إحنا هنلغي القراءات ونبتدي من القداس، من صلاة الصلح وخلاص، الناس تدخل من الكنيسة تلاقي صلاة الصلح كده بطر، حصل نوع من الشطر وقص حاجة مهمة جدا بقول المسيح عملها مع تلميذي عمواس. طب ساعات أنا بقى كواحد حضور، كشعب، كخادم، أوجي أقول أنا هاجي في الآخر، عزيزي أنت شطرت القداس، قسمته، وعيب موجود عند بعض الناس إن الناس تيجي متأخرة وكأنها جاية لمناولة تعويذة، يجي في النهاية يا عزيزي ده احنا بقى تسمع دلوقتي شوية كلام عجيب، ده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل استعداد في قلبك، الكلمات اللي بتلقى عليك كأنها تمهد الطريق، خفايا قلبك عشان تتوب. ما احنا ليه القراءات دي؟ ما كان الناس تقول تيجي من بيوتها وتيجي عن مناولة. يوستين الشهيد
بكلم عن أقوال الآباء عن قدمية الاستخدام. تنيح سنة 165 ميلادية، أنا قايل لي الرقم ده عشان أقول قدمية الأمر. يعني بيقول في اليوم المدعو يوم الشمس، على فكرة ده حاجة مهمة مش لنا كأباط أرثوذكس، لكن الطوائف المسيحية الأخرى عندما يقرأ هذا النص يشعر أنه الموضوع مش مفصول زي ما هو في دماغه، أن إحنا ما عندناش حاجة اسمها جسد ودم هو بس قراية زي المجمع اليهودي. لا، بيقول في اليوم المدعو يوم الشمس، اللي هو إيه؟ صندي. في اليوم المدعو يوم الشمس يقام اجتماع في مكان واحد لجميع الساكنين في المدن والأرياف، وتقرأ كتب الرسل والأنبياء. خلي بالك من العهد القديم كان موجود في النصوص. وعندما ينتهي القارئ يلقي المترأس عظة ينبه ويحث على السير في ضوء تلك التعاليم الحسنة. يعني يقوم المترأس اللي هو مين؟ الكاهن أو الأسقف، المترأس في المكان الرئيس يعني. وبعد ذلك نقف جميعنا، وكأنه كان الوقت ده الناس قاعدة، وهكذا بيحصل يعني بيحصل في القداسات إن القراءات أما أبونا بيدخل الهيكل الناس بتقعد. يقول وبعد ذلك نقف جميعنا ونرفع الصلوات حتى ختمنا الصلوات كما أسلفنا. يقدم خبز وخمر وماء، وهم يعني حتى الماء ده أما بنمزجه مع الخمر زي ما حضراتكم عارفين، يعني زي تقليد أهو قريب من الآباء الرسل سنة 165 ميلادية. تنيح الرجل. وتشكرات، ما كانش فيه نصوص بقى موجودة، ما كانش فيه قداسات موجودة، يصلوا ويشكروا ربنا، لأن كلمة الإفخارستية يعني إيه؟ الشكر، ذبيحة الشكر. هذه الذبيحة تقوم على أننا نشكر ما عمله المسيح، نتذكر ما عمله المسيح، فيفيد من قلوبنا الحمد والشكر لله نفسه. وتشكرات، صلوات وتشكرات، ويجيب الشعب قائلين آمين. ثم توزع القرابين على المشتركين واحدا فواحدا، ويرسل منها على يد الشمامسة إلى الغائبين. وده يقول لك انه كان الناس ممكن اللي تعبان النهارده ويوم الاحد، فيقول لعم فلان ما جاش، فابونا الاسقف او الكاهن يقول له روح لعم فلان للشماس، وكان واخد حل، لان الشمامسه في درجه معينه كانوا اقرب للاسقف من الكهنه في زمن من الازمنه، وكان ليهم صلاحيات ربما اكتر من الكهنه في زمن من الازمنه. ده قديس يوستين سنه 165. العلامة أوريجانوس، تنيح 253، ارتباط بين القداس الكلمة والذبيحة والجسد. يقول أنتم الذين تحضرون بانتظام الأسرار الإلهية تعلمون بأية عناية تقوية عندما تقبلون جسد الرب تسهرون لألا يقع منه أي جزء صغير على الأرض. انت بتبقى واخد بالك، لان المناوله زي ما انتوا عارفين في القديم كانت بتتم فين؟ عارفين بتتم فين؟ في الايد، كانت تتم في اليد، تضع اليد اليمنى فوق اليسرى وتتلقى المناوله لغايه ما يعني حصل نوع من التغيير ان المناوله بتتم، فكان كل واحد ممكن يقع منه عدم، يعني بيقولوا أنت تسهر على أن لا يقع جزء من جسد الرب، أنت واخد بالك يعني. تعتقدون أنكم مذنبون، وهذا صحيح، لو وقع منك حاجة من الجسد والدم زي ما بنقول في الوصية للأب كان اعلم أن مثقال ذرة، فاكرين الأباء اللي اترسموا كنوز العالم وكل للعالم لا يساوي حاجة جزء صغير من الجواهر من الجسد. وهكذا كلنا بنبقى مرتعبين من حاجة زي كده ما بيقع أي حد منه الجسد أو الدم. تعتقدون أنكم مذنبون، وهذا صحيح، لو وقع منك حاجة أنت مذنب. إن حدث هذا بسبب إهمالكم، لماذا؟
استريدون أن يستحق إهمال كلمة الله عقاب أصغر من عقاب إهمال جسدي؟ يعني أنتوا يعني مفوتين موضوع أن الجسد يقع منك وتفوت لنفسك أنك تقلل من الكلمة ربنا وتنفيذ الوصايا اللي سمعتها النهاردة. إهمال كلمة الله يسميه عقابا أصغر من عقاب إهمال جسدي، كأنه يتعجب. أنت بتقول أنه ممكن يتعاقب الشخص اللي وقع الجسد، ومش وأنت من وجهة نظرك بلاش يتعاقب اللي أهمل أو اللي استهان بكلمة ربنا. قديس هيلاريون أسقف بواتيه تنيح سنة 468، أنا تحركت من سنة 165 ل 253 ل 468، يقول من مائدة الرب نستمد غذاؤنا خبز الحياة، لكننا على مائدة قراءات يوم الأحد نتغذى من عقيدة الرب. كأنه بيقول خلي بالك، ما انت جاي تتغذى من خبز الحياة اللي هو جسد والدم، وكمان انت جاي تتغذى ان ذهنك اما نحن فلنا ايه؟ فكر مين؟ فكر المسيح. انتقل الى النقطة الرابعة، النصوص المستخدمة ومتى. البابا أثناسيوس من الناس اللي كان بيرسل رسائل لأساقفة كنيسة مصر، ووضح لهم بعض حاجات من ضمنها استخدام العهد القديم، وشدد الكلام، وأنا هقول يعني كلام خاص هو قاله. فشدد على أنه يتقري ثلاث فصول من التوراة والأنبياء والكتب التاريخية من العهد القديم، ده البابا أثناسيوس. وبعد زمن من الأزمنة أضيفت بعد البابا أثناسيوس أضيفت قراءة من رسائل قديس بولس كما أوصى الرسول، وقال إيه في كلوسي؟ يقول متى قرأت عندكم، ده بولس الرسول بيقول لأهل كلوسي، يقول متى قرأت عندكم هذه الرسالة بتاعة كلوسي فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللودوكيين، يعني كنيسة اللي أنا كلوسي أنا بعت لها رسالة اللي هم أنتوا، وبيقروا الرسالة ودوها لكنيسة لودوكيا، والتي من لودوكيا، ودي ما وصلت لناش، والتي من لودوكيا تقرؤونها أنتم أيضا. ومن هذه الآية حطوا جزء من رسائل بولس تتقري في قراءات مع العهد القديم. أما قراءة فصل من الإنجيل ألحق هذا الأمر بعد مدة، فيما بعد ألحقوا موضوع، يعني ابتدوا بالعهد القديم وبعدين دخلوا رسالة من رسائل بولس أو قراءة من رسائل بولس وبعدين دخل الإنجيل. قديس يوحنا كاسيان اللي كلمت عنه في الأوجاع الثمانية مرة، سنة تنيح سنة 435، وده يقول لنا حاجة جميلة في اللي بيحب الطقس، هيفهم حاجة دلوقتي مش كاتبها غير قديس يوحنا كاسيان. يقول إيه؟ يقول بين الأقباط عمدا خدمة لتروجية السبت والأحد متساويان، يعني السبت يساوي الأحد في كل شيء. هو جه مصر وراح لغاية بعد أسيوط، راح قابل يوحنا الأسيوطي، بيقول السبت والحد متساوين، وكده بنعمل احنا في الكنيسة للطيب في كل شيء، حين يقرؤون في هذين اليومين كل الفصول من العهد الجديد فقط. يوم السبت، ركز معي، يوم السبت والحد يقروا منين؟ عهد جديد فقط. خلي بالك ان حصل البابا أثناسيوس قال من العهد القديم وبعدين اضيف بعديها بشوية رسالة من رسائل بولس وبعدين أضيف الإنجيل وبعدين راحوا في الوقت ده بتاع قديس يوحنا كاسيان، حصل إيه؟ قال يقروا من العهد الجديد في هذين اليومين كل الفصول من العهد الجديد فقط، فصلا واحدا من الإنجيل وفصل إذ أمكن من الرسائل أو من سفر الأعمال. أما باقي أيام الأسبوع فتنقسم القراءة إلى قسمين، العهد القديم والجديد. وكأنه بيقول يوم السبت والحد بلاش نجيب سيرة العهد الجديد العديم، نجيب العهد القديم وبقيت الأسبوع. وده اللي بيحصل على فكرة في طقس ايه، في حد يقول لي الصوم الكبير؟ الصوم الكبير ما بنقراش يوم السبت والحد لأن الدسات بتبقى صباحية، ما بنقراش نبوات.
ده كأنه جزء أصيل جوه سنة كام 435، عشان ساعات كتير يقول لك أنت جايبين منين الكلام ده. كانت القراءات تلحن بلحن بسيط أكثر من أن تقرأ، وهذا طقس إبطي أصيل، لكن للأسف اندثرت. طبعا حضراتكم بتروحوا كنايس، بدون ذكر في كنيستين لغاية دلوقتي في اسكندرية بيقولوا الرسائل إبطي، فاكرين اللي أو تسمعهم عارفين الكنيستين؟ مش مهم، أنا عارفهم. فاحتفظت الكنيسة الإبطية مش بكلام، عشان ليه كلام ده؟ لأنه بيقولوا كده أن اللحن نفسه بيجعلك بنوع من استيقاظك، ويجعلك تركز، ويجعلك بتفهم، ويجعلك تتأمل. كل ده بيساعدك، اللحن بيساعدك. لكن طبعا بيتقال بالقبطي، فمحدش. وانا عندي بعمل نداء للمرتلين، نداء للمرتلين اللي قاعدين قصادي واللي كمان بيشاهدونا، ان خلي بالك، يا ريت البولس والكاثوليكون والابراكسيس يرتلوا باللغه العربيه، مش صعبه. اذا كان احنا وزننا المزمور الادريبي بالعربي، صح، وزننا، ده مش هيبقى صعب جدا. كاثولي إيكو، ما انت بتقولت اهو، انت ينفع تقول دي سهلة جدا. المانع نرجع تاني دعوة، ارجو من الله يعني، ولا يكتر على الله بشحت اهو، ارجو من الله المرتلين بتوعنا يلحنوا الالحان دي، القراءات دي، والناس صدقوني هتبقى حاجة جميلة جدا. احنا من الكنائس اللي احتفظت بس في القبطي، لكن بيقولها في العرب، البولس فصل من رسالة بس، لكن لو قلناها باللحن حاجة جميلة. بطلب من الله، جايب سيرة اللحن ليه وكده؟ عشان بقول نهتم بالقرايات. كمان عايز أبونا الكاهن برضو دعوة للأبهات العادين واللي بيشاهدوا، بلاش تشغل نفسك بأي حاجة تاني، وأرجوك اعمل اللي بقوله لك ده، اطلع برة بعد ما تبخر، اطلع برة وقف عند الخورس وقعد جنب الشمامس، واجعل نفسك أو في خورس الناس الشعب، اقعد مع الشعب واسمع كأنك بيلقى عليك لأول مرة. اتعلم كده، بلاش تدخل في الهيكل عشان في حد يزنقك ومحد يكلمك قول له استنى شوي. مش معقولة ان انا بقالي ساعة عمال اتكلم عن موضوع القراءات ولا اب كاهن شاغل نفسه اثناء القراءات بكلام جانبي. يا ابونا، يا ابونا، احنا دلوقتي عمالين نقول قداس الكلمة، قدس هذا القداس، اجعله جزء مهم من العبادة. وانا قلت للمرتلين زمان وبقولها دلوقتي، خليك عندك شوية ذكاء وانت بتتمتع بيه غالبا كمعلم مرتل في الكنيسة. شوف أبونا بخر لغاية فين، ما تبدأش تخلص الألحان غير ما أبونا يحط الشرية من إيده وحطها لإداها للشماس. بس أول ما إداها خلاص انت خلصت الألحان، وخلي أبونا يسمع ليه، لأن أبونا ساعات في عدم احتراس المرتل إن المعلم عمال يقول أو عمال يختصر وابونا لسه موجود وسط الشعب. خلاص انت خلص الالحان وتبتدي القرايات، اظن ده مش صعب يعني. يا معلم يا اللي سمعني، انا بص على الكاميرا، من فضلك اعمل كده، مش انت، انا بكلم المعلم اللي شايفني. رجاء ايضا من الشعب، بطلوا تناموا، انا بشوف وجوهكم السعيده أثناء القرايات كأنه ده وقت مناسب، الله بيديكوا تعزية ويعطي أحباءه نوما في الكنيسة، مش بيحطوا له نوما غير في الكنيسة، دي من عندي كلمة في الكنيسة، يعطي أحباءه نوما في بيتك. فأرجوك وقت القرايات ركز
والكاهن الشاطر يسأل الناس ايه تقرا على مسامعكم اليوم. كانت هناك طغمة من القارئين اسمهم الأغنسطوسيين، ودي الطبقة دي للأسف مرات الناس يجيبوا لي شباب صغير لا يجيد القراءة وصوته غير موصل للناس وغير مفسر، ومطلوب مني أن أرسمه أغنسطوس. والأغنسطوس كدرجة هي درجة قارئ مفسر. يعني إيه قارئ مفسر؟ أولا هو علم الكلام، فهم الكلام، قادر يشرحه، قادر يخدم بيه، قادر يوعظ بيه. ده لو انت اب كان شاطر يبقى عندك ولد شاطر كده شماس وغنصت الشاطر وربما موهوب في الوعظ، ده مطلوب ان هو يوعظ حتى في وجود قدسك، وتطلع ولادك يوعظه. المانع ما تطلع ولادك في الكنيسة يوعظه، لان ده دوره. إن كاهن ما كانش محضر ممكن يقول لأولاده اللي قاعدين في الكنيسة وهو قادر يفسر. للأسف بزعل جدا على مستوى الشخص لما بلاقي إن الشمامسة بيقرأ لنفسه. أنا هدي مثال، أنا هحاول أقرأ زي بعض الشمامسة. فدعا بلازر وسأل الكاهن والعظماء والشعب وقال لهم قد فعلتم هذا كمان يفسد الشعب. أنا سمعت إيه؟ ولا حاجة. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب. أنا قريت لكم موديل من الموديلات. مش مطلوب منك كشعب بتنبه حد، لكن ممكن تروح تقول لأبونا في الكنيسة، أبونا بأختار شمامسة بيعرفوا يقروا. للأسف لأن بعض الشمامسة، مش كلهم، في شمامسة شاطرين، في بعض الشمامسة لا يعرفون القراءة ولا يعرفون اللغة العربية، بتبقى نكت. صدقني مرة في الكنيسة في اللي أنا قاعد فيها في يوم الجمعة الكبيرة واحد بيقرأ أم بوسي بوسي. على يوسي، تخيل بقى انت في مود يوم الجمعة الكبيرة ويجي واحد يعمل لك نكتة. هذا نوع من التعليم، ان احنا نرقي العبادة. احبة الامم مرات يتفرجوا هكذا قال طه حسين في مستقبل، كتاب مهم جدا تقرأه، مستقبل الثقافة في مصر، قال إني أتعجب أن الكنيسة القبطية كنيسة أمجاد لكن الرعاة والقارئين فيها لا يجودين اللغة العربية، عشان كده الناس مش فاهمة. مش مجاملات، واللي يزعل يزعل، مش مجاملات. ما تجاملش حد ككاهن، ما تجاملش. اللي بيعرف يقرأ هو اللي يطلع، واللي بيعرف يشكل يطلع. عشان الوقت كده خلصنا ولا ايه؟ ناقص قد ايه؟ 5 دقايق. ها القراءات بنسموها او الصلوات السرية للقراءات. في القديم اللي منكم يقرأ في كتابات الخلاجيات اللي موجودة عندنا في كنيستنا القبطية يحس ان القراءات دي كانت تقال جهرا مش سرا، لانها فيها مردات، جواها مردات. فانا هقرأ بس عشان تعرف اهمية. انا طبعا بودي ان ابونا قبل ما لو ساب الشورية بعد ما بخر وقبل ما يقرأ البولس يقول الكلام ده. يا رب المعرفة ورازق الحكمة الذي يكشف الأعماق من الظلمة، ده أوشيت البولس، يكشف الأعماق من الظلمة والمعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. انعم لنا ولشعبك، انعم لنا ولشعبك كله بعقل غير منشغل، وده محتاج أبونا يصلي بذمة،
ان الشعب ما يقولش تون تشتت. ما انت قاعده بتسمعي حضرتك البولس، انت مش هنا جايز. فبيصلي من اجلك بعقل غير منشغل وفهم نقي، كي نعلم ونفهم ما هي منفعه تعاليمك المقدسه التي قرات علينا، كما تشبه بك على بولس، كما تشبه بك انت يا رئيس الحياه. جعلنا مستحقين ان نكون متشبهين به ببولس في العمل والايمان، ممجدين اسمك القدوس، مفتخرين بصليبك كل حين. شاف كلام؟ ايه رايكم؟ محتاج ان احنا نسمعه. هو كانت تقال زي أشيط الانجيل اللي بتقراها جهرا، هي كانت تقال جهرا بس الوقت. سر الكاثوليكون او أشيط الكاثوليكون يقول: ايها الرب الهنا الذي من قبل رسلك القديسين اظهرت لنا سر انجيل مجد مسيحك، واعطيتهم كعظيم الموهبة التي لا تحد، التي لنعمتك أن يبشروا في كل الأمم بالغنى الذي لا يستقصى، الذي لرحمتك. وأنعم لنا كل حين أن نسلك في أثارهم ونكون متشابهين بجهادهم ونشترك معهم في العرق. بلاش الأعراق، كلمة الأعراق في اللغة العربية غلط. العرق جاية من الأنسال أو النسب. ونشترك معهم في العرق الذي قبلوه على التقوى، واحرس بيعتك المقدسة هذه التي أسستها من قبلهم. وكأنه أحب إحنا في الكاثوليكون بنقول إن الأباء اللي كتبوا أو تركونا هذه الزخيرة هم جهدوا تعبوا وبشروا، وكان إحنا مطلوب مننا ما نسمع الكلام ده برضو، نصير مبشرين وكارزين. لماذا قداس الكلمة؟ لأجل غير المؤمنين الموعوظين، وكمان لأجل المؤمنين، صيانة المؤمنين. المؤمنين يحتاجون كل يوم إلى صيانة. يقول عنها الكتاب المقدس في سفر في رسالة أفسس إن كلمة ربنا بتعمل إيه؟ بتغسل، تاخد شاور، بتغسلك. أنت جاي عشان تتغسل، تتنظف، كي تستعد لهذا الحدث العظيم الذي فيه تلبس الثوب الأبيض. أنقياء. سر الإبراكسيس يقول: يا الله الذي قبل إليه محرقة إبراهيم. ليه بيكلم عن محرقة؟ لأن أبونا بيصلي قبلها وشيط القرابين. ليه قرابين مع الإبراكسيس؟ رأيين. أول رأي إن أريد الناس بتقدم قرابين في الوقت ده، داخلة ومعها قرابين. يعني واحد جايب عطايا، يما عطايا في الصندوق، يما زمان كان الناس في الصعيد والقرى يجيبوا اللي معهم، جايب واحد شوية دقيق، شوية غلة، شوية أرقيش لبونة، وجايبهم حطتهم. عشان كده بعديها بشوية بعد العظة في القداس أما الشماس يقول: قدموا قدموا على هذا الرسم. اللي معاه حاجات ويدخلوا. فعشان كده الناس داخلين ومعاهم القرابينهم، جايز قاعدة جنبه قرابين بتاعته أو عطايا اللي جايبها معاه. فيقول: يا الله الذي قبل إليه محرقة إبراهيم وبدل إسحاق أعدت له خروفا، هكذا أيضا اقبل منا نحن أيضا يا سيدنا محرقة هذا البخور، واجعلنا أن نكون أنقياء من كل نتن الخطية، واجعلنا مستحقين أن نخدم أمام صلاحك يا محب البشر بطهارة وبر كل أيام حياتنا. أنا ربت أخلص آخر دقيقتين. خلصنا البولس والكاثوليكون والبراكسيس، ندخل في الإنجيل. الإنجيل احتفظ الكنيسة الإسكندرية بأشية ما بتتقالش. أشية خاصة، يقول كان في أشيتين، أشية للمصريين وللسكندريين. الأشية دي موجودة في الخلاجة بس ما حدش بيستخدمها. أنا حابب أقراها اللي هي قبل الإنجيل. أغلبية الأشية بتاعت الإنجيل: أذكر الذين أوصونا أن نذكرهم في صلواتنا، أمرونا، المرضى شفيهم، ورقدوا رب نيحهم، حاجات البطن. لكن جزئية بتاعت السكندريين احتفظوا بيها، وزي ما كان أبونا قال لكم إنه بتوع كهنة اسكندرية كانوا بيقروا على البابا إنه الطقس اللي ماشيين بيه ما يغيروش، أو اللغة اللي بيتكلموا بيها ما يغيروهاش. بسموها أشيط الاسكندريين. أرجو إن لو حد بيعمل بحث
يشوف الموضوع. يقول: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا، الذي أرسلت تلاميذك القديسين مكرمين ورسلك أطهار في كل العالم لينادوا ويعلموا بإنجيل ملكوتك ويتلمذوا كل الأمم إلى معرفتك الحقيقية، لأجل هذا نضرع ونسألك أيها الرب محب البشر، افتح أذان قلوبنا لسماع أناجيلك المقدسة، افتح حواس نفوسنا وهن أن نكون ليس سامعين فقط بل صانعين أيضا أوامرك المقدسة بمسرة الله الآب. حدثتكم في كلمات قليلة عن قداس الكلام. احتاج مننا قد ايه؟ احتاج مننا 10 محاضرات. أريد من هذه المحاضرة حاجة واحدة بس، إنك تحترم الوقت ده وتقدره وتثمنه، تجعله ثمينا، بريشيس فاليو، إنه الوقت ده وقت ثمين، وقت مهم، كأن أبونا بيقدس على المسبح، يبقى كمان وقت مهم. ليه؟ لأن الوقت ده أنت حضرتك محتاج تتغذى، محتاج تتشفي من جراح وأوجاع، محتاج حاجة أجمل من دول، أنك تسمع صوت ربنا. أقول لكم مثال، تفتكروا الحديث الداخلي اللي كان يعتمل في قلب الأب أنطونيوس وهو شاب صغير، إيه عارفين إيه الحديث؟ يا رب أروح ولا ما أروحش، أسيب أختي ولا أمسبهاش، الفلوس اللي معي عامل بيها إيه، طب أنا أبويا غني وساب لي الحاجات، طب أعمل إيه؟ فأول ما دخل، لأنه يريد أن يسمع صوت الله في الكنيسة، حصل إيه؟ إذ أردت أن تكون كاملا اعمل إيه؟ اذهب بع كل مالك. يا وأقول لكم حاجة إحنا متعودين عليها مع بعض كخدام ورهبان وكده، إنه اليوم اللي أنا عايز منه أسمع صوت الله بوضوح شديد، تيجي القداس وتشوف ربنا يقول لك إيه. لكن اللي بيحصل إيه؟ أدي قرايات، اللي يقرأ يقرأ واللي يقول يقول وخلاص. كنت أتمنى إنه الشمامسة يعلوا هذه الفقرة ويعملوها بنوع من يعني جودة العمل، جودة العمل، إن يخرج بإخراج جميل جدا جدا جدا. أرجو كمان حصص الشمامسة يعلموا الشمامسة لغة عربية، الشمامسة يتعلموا لغة عربية عشان يوصلوا كلام للناس. أنا بكتفي بكده، لم يقل أو يقال لكم إلا القليل الصغير الضئيل، لكن يحتاج الموضوع إلى زي ما قلت حاجات كتيرة في قداس كلمة. اكتفي بكده عشان يبقى عندنا فرصة تاني. شكرا لكم. يتظلت علينا الساعة، مش ماشيين زي الساعة كده، يتظلت علينا الساعة. احنا في المعاد دلوقتي المحدد للراحة والغدا، ووصل الأرشيدياكون الدكتور رشدي واصف رئيس قسم الليتورجية والطقوس بالكلية الكركية بالقاهرة، وأرشيدياكون رئيس الشمس بتاع الكاتدرائية المقاصية عباسية الأندلس. قدامنا محاضرتين طبعا معناها ان انتوا الناس يعني هارد وركر بتاخدوا الكورس بتاع شهر، لكن كل المحاضرات دي ممكن تبقى، كل محاضره منهم ممكن تبقى مقدمه لكورس كامل. يعني في اسئله جت صعب ان يعني الرد عليها عايز محاضرات، فأوعدكم إن إحنا يبقى في لقاء للإجابات على الأسئلة دي. أشكر يعني اهتمامكم وحضوركم، ومحبتكم ووجودكم معانا في الدراسة الهارد ديت، وأنتم ناس أبطال يعني عايزين تتعرفوا علشان تعيشوا وعلشان نخدم خدمة أفضل ونعيش مع المسيح إلهنا أفضل. أي تعليم بناخده لابد أن احنا شخصيا نستفيد به،
ليست هذه التعليم من أجل التسلية العقلية ولا امتحانات ولا خالص يعني. مش راح يبقى لها فايدة يعني. لازم إحنا حياتنا تتغير، إحنا حياتنا نتغير، وإحنا اللي نبدأ بأنفسنا. واحد بعد بيقول مش عارف في ناس بيقعدوا لكلام سيدنا، ما تعرفش إيه الظروف الصحية لحد، ما نحكمش على حد، خليني في نفسي. واحد بعد برضو بيقول من ضمن الأسئلة يعني حاجات يعني، أنا شخصيا مثلا بأسمع قداس الكلمة بفتح الموبايل بتاع القراءات، ففي واحد فكر ان انا ببعت مسجات يعني، وانا اقصد ان انا اقرا القراءات من الموبايل، لان في ناس فكرها ان ده وقت فراغ بالنسبه للكاهن، ان الوقت ده يقدر سامحوني يعني يدردش مع ابونا. لا يعني، او هو يعني دي حاجات سو ايرجنت يعني، زي سيدنا ما قال. فعشان احنا نتنبه، ما ينفعش معقولة ان انا كاهن وقدس وانا مش عارف السنكسار اللي اتقرى النهاردة ما سمعتوش، معقولة دي؟ او ان انا ما عرفش القراءات. بالنسبة للقراية اللي سيدنا بيقول عليها، اللي هي القراية بتاعت لما ما تاخذونيش البرابرة دي اللي بتقراها، ما ينفعش. شمس كنت بعد ما قرى سيدنا بعدين بقول له انا ما فهمتش حاجة، فراح قال لي اجيب لي قدسك القطمارس عشان تعرف النهارده الانجيل عن ايه. قلت له الحكايه الموضوع مش انا فيا انا بس، طب والناس؟ فلابد ان احنا نتنبه ان الليتورجيه عباده جماعيه، وبينقال على قداس الكلمه ان هو خطوبه، وقداس المؤمنين ان هو زيجه، والكلمه المنطوقه على المنجليه من غيرها مش هنقدر نتقدم الكلمه المذبوحه على المذبح. ده بعض الآباء قالوا تعليق جبار، قالوا إن العظة دي زي التوزيع، قالوا ده توزيع قداس الكلمة اللي بيتوزع فيه الجواهر بتاعة الكلمة التي ألقيت على الموعظين، ثم قداس المؤمنين اللي بتتوزع فيه الجواهر دي، جواهر الكلمة المقروءة ودي جواهر الكلمة المذبوحة. يعني سيدنا يعني ياريتي توعدنا سيدنا الدراسة ديت ناخد فيها محاضرات تاني، يبقى بركة يعني. لان النهاردة برضو حتى انا شفت ان المحاضرات دي اسماءها كبيرة والمضمون بتاعها محتاج شغل كتير يعني. شكرا يا سيدنا لمجيئك ومحبتك. بنشكر طبعا ادارة البيت الموجودة هنا، لأبونا مقار وأبونا متاوس وأبونا يوسف اللي موجودين كنيسة القديسين والقائمين على المكان يعني. وقد إحنا يعني فرحانين إن إحنا متجمعين وشوية بعاد عن بعض، ما نقربش لبعض قوي يعني، بلاش نقرب. ربنا يحافظ عليكم. ألم يحن الوقت للنظر في القراءات المتكررة في الرسائل أم هي ثوابت غير قابلة؟ لا طبعا، زي ما حضراتكم عارفين في طقس الكنيسة أن القداس الأساسي في الكنيسة القبطية هو يوم الأحد، وكان بيحتفلوا فقط في أيام الشهداء، ده تاريخ الكنيسة يعني. إيه كان يوم مثلا؟ يوم مارجرجس ليه قراية، أبو سفين ليه قراية، الست دميانة ليها قراية. فبما انه السنكسار والقداسات بقت يوميه، فبقى يستلفوا من هذه الايام، فهمنا؟ ده التاريخ الطقسي بتاع الجزئيه دي. لكن ممكن نحتاج ان احنا فيما بعد يبقى كل يوم ليه قرايه مخصوصه جوه القطمارس، محتاجين ان يبقى يحصل ده جوه. فممكن نبقى يعني، انا عندي فكره بقدمها للمجمع وكده يعني، فكره دي من زمان ومشغول بيها، وبما اننا بدرس العهد القديم وردي العهد الجديد، فممكن ابقى اقدم اقتراحات يعني. الموضوع ده هيهمني انا على المستوى الشخصي يعني. اللي بعد سؤال، انا برضو مهتم زي حضرتك. حد عن سؤال؟ جعانين؟ مش باين ها؟ اجعلنا مستحقين نصلي بشكر ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك، وزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن ايضا مذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقدره.